يو واتس اب جايز، ذا جايز و جايز جوست سبيشلي جايز هاد رياكشن ديال تشالا معاكم. زعما تصورات بلا انترو، علاش تصورات بلا انترو؟ حيت كنا اولين غادي نحطو هاد رياكشن اللي صورنا كوزا، كنا اولين غادي نحطوها في وسط الرياكشن ديال المروكان دريم، الفيديو اللي تلاح قبل وسط الفيديو اللي لحقت قبل على المروكان دريم. كنت باغي نحط فيها الرياكشن فهمتي ديال اللي صورت انا كوزا، كنت باغي نحطها في الوسط وجات ما بلانش حيت رياكشن جات طويله اللي صورت مع كوزا. وي نو يعني كندير غير شويه شويه من الحاجه فاش كنكون يعني كندير رياكشن لشي ميكس تايب ولا البوم باش ما كيجيش الفيديو طويل باش ما كيملش وصافي. دات سي نخليكم، المهم تخيلوا الانترو وما نطولش عليكم، نخليكم تفرجوا في رياكشن، انجوي. وسو جايز دابا غادي نديروا رياكشن على السونغ اللي مع كوزا. عرفتي شحال ما درت رياكشن على كوزا؟ با 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 با. كانت لاحظ داك السونغ ديالو كوزا انت اكيد فهمتي، ما كنتش درت ليها رياكشن. داك السونغ كانت فريمون فاير، شي حاجه دوب، عجبتني داك السونغ هادي داك السونغ بزاف. ودابا غادي نديروا اللعبه ديال تهلاو طاني فهمتيني في هذا الالبوم، باين ليا فهمتيني لي فيتشرينغ كاينين بزاف واللعيبه زوينه فهمتيني. فاش كتلقى بروجي فيه بزاف ديال لي فيتشرينغ يعني كتمشي كتمزك فيه اكثر وتا لي ستريم تيكونوا بلان واللعيبات. ودابا غادي نبداو نديرو رياكشن اللي معقول. هولون هولون هولون، دابا كوزان غير قريب لينا سو قدو ما كرهناش نديرو رياكشن مع كوزان، خصنا نعيطو لكوزان. كوزان هي معايا اليوم في البلاصه اللي كنصور فيها الرياكشنز. كوزان فهمتي كنا غادي نديروا رياكشن ديال تاكيت شحال هادي، ماشي شحال هادي، مشي ثلاث شهور باش لعبت شي شهور، ثلاث شهور يا وما كتاب شحال كان داكشي ديال الطرقان هكذا، داكشي مجدد ما كان عندنا كيفاش نديروا نصور. كان داكشي مزير بزاف. سو جايز ما كتابش نديروا رياكشن ديال تاكيت، ودابا غادي نديروا رياكشن ديال تهلاو. جابتها بارازار فهمتيني كيفاش طرا البلان، كنتي فهمتيني دا هي زيت نجمتو غير 8 بي ام، مع 8 بي ام بان عندي والله الصاد خبز زيت 8 بي ام، تلاقى معنا سي والله 8 بي ام عندك 8 بي ام. سو جايز ما نطولوش نبداو في رياكشن ديال تهلاو. البيت هذا هو الطاق ديال جولز، جولز ديديكاس لجولز باسكو دار واحد البيت زوين الصراحه. يا نكتشفوا دابا حتى شي ادليب زوينين بالروج و ادليب زوينين. سويتش البيتي ياك بحال سويتش وكيهبط كيتحيد لي كيك ولا باش لاز 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 غير واحد بحال قلتي مارش جو بونس ترومبيت ولا ما مش لعبه بحال ترومبيت ليك اللي سمعت في سويتش اي جيس ترومبيت اي جيس ترومبيت بيت زوين الشباب لاز لاز بلان بلان لايك زعما فهمتي الا كان عندك شي لعيبه ف
فوكسي فيها وكمل فيها دونك ضروري العراقيل وخاص ضروري ضروري جوست دو بقى فيها ولك اه حيت ضروري ما تحقق فيها شي نجاح يقدر يكون كبير يقدر يكون صغير يقدر يكون بين وبين مي ضروري غتحس براسك حقق شي فيها شي حاجه ولا العز العز او ما غتحس براسك كاش بروغريسي داك الشيء كتخدم العز الصاد ديك ما حتى كاش بروغريسي ما حتى كتزيد تبغي تخدم ما حتى كتزيد اوف كورس اوف كورس ضروري فهمتي كتعطيك حتى دابا شي اللي بغيتي توصل انت تقريبا لو ميساج اللي في الكوبلي ديالي غادي في هاد لا ديريكسيون العز صات بلان بلان ضروري فهمتيني ماشي ديما كتكون فهمتي داك الميلانكولي فهمتي داك الحزن مادام كيشكي بزاف ديال العيبات فهمتيني سام تايمز واحد خاصو يبدل فهمتي لايك فهمتي كيعطي دي فوا لا دي دار الزينه بغي ستاب بينوار شكون كذب عليك شكون كذب عليك قال لك غت لا شكون كذب عليك هذه قلتها لك انت زعما شكون كذب عليك قال لك انا ما باغيش ستاب ولكن بلاتي شكون كذب عليك قال لك غتكلم ديما جي جي هذيك اللعبه ديال الدريل ياك خاصنا نسمعوا شي لعبه دريل بالروج ولا ستاب بالروج سواء نكملوا السونغ رفران ياك فهاد الفهمتي فهاد الديسك هذا فهمتي قصرتي رفران او هوك ياس رفران او فيرس يا رفران او فيرس لاز بلان او تال طاني جبونس فهمتي حتى هو هوك ياك جبونس لا طاني حتى بري هوك بري هوك اوكي بري هوك وانا حطيت الهوك نايس 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 لاز متكافئ فهمتيني زوين في فهمتيني كيهر شويه في الودن كيجي زوين ديما تنقول لهم فور اكشن الفويس الفويس انه درنا شي باراك ضروري تبارك الله الصاد فويس زوين نقي So guys, كانت هذه الرياكشن مع ستيك وزان كانت good reaction عطانا فهمتي شرح لي اللعبه اللي ما كنتش انا فهمتي غادي نقد نشرحه لكم فهمتيني في reaction حيت you know فاش كتكون reaction على فهمتيني على ميكس تيب كتجي صعيبه خاصك دوز تراكات كامل ودابا معاك وزان فهمتيني اول مره كنديروا تراك كامل كنديروا لي reaction لاز وتكون في reaction جديده ان شاء الله تكون شي كاين صاد بعدا شي جديد بعدا قبل ما تحرك ولا شي فحال قولي واش كاين شي جديد تقولوا الصون ديال الكفايه اللي يخرج الكليب فوالا الكليب اللي كنت بديته قبل الكونفينمون نهز وبسبب الكونفينمون حبس وابري خرجت انكيت وبقى بقى 9 شهور هذاك الطريق الكفايه هو نهز هو تقريبا ديجا هو مصاوب قبل و 9 شهور في ديال الكليب دونك ديجا يكون دابا شي عام باش عام ولا 10 شهور باش هذا باش خدمته نهز الصاف وفهاد لومو ان شاء الله غادي يخرج دونك نتمنى قلت فيه شي حوايج اللي فيه كيدوي على راسي فهمتي دونك نتمنى يعجب الدراري ايوا يعجب البوبليك وفهمتي انه ديما صوص كتكون ناضيه وديما تيعجب بنادم سو جايز كان معكم كوزان وسكو وتهلاو ليا فرصكم ونفكركم عاوتاني بلي ما كاينش حتى الاوترو ام سو سوري سموحه الدراري نتلاقاو في النيكست رياكشن على شي تراك اخر تهلاو